صاحبي. السلام عليكم. ايه منى خير؟ ايه اللي في وشك ده؟ شفت يا ماجد اللي حصل لي؟ حصل لك ايه؟ حصلت لي حادثه غريبه جدا. دخلت في شارع كده كان فيه مظاهرات وناس كتير اتلمت حوالين العربيه وقعدوا يحدفوني بالطوب والازاز اتكسر ودخل في وشي. اعصابي باظت والناس كان شكلها غريب جدا. كل ده ما يعرفوش ان انا منى الرئيس، امال لو كانوا عرفوا كانوا عملوا فيا ايه؟ كانوا كلوني؟ طب وطاقم الحراسه كان فين يا منى؟ لا ما احنا طلبنا من زمان قوي ان ما يبقاش في حراسه. ما ينفعش يا منى، لازم تعيد النظر تاني في موضوع الحراسه. يظهر ان انا لازم اعيد النظر في حاجات كتير قوي مش في الموضوع ده بس. وانت دلوقتي احسن؟ الحمد لله. تقدري تطلعي الهوا؟ انا ايه النهارده يا عزي صديق قديم؟ انا اللي حصل بيني وبينه انا لسه شايل جوه قلبي ذكرياتك كتيره معاه، عشان كده قبضت عليه وقتلته. في دولة ودولة فيها مؤسسات هي اللي بتعمل الكلام ده، كمان هي اللي هتحدد إذا كان ليه علاقة باللي حصل لي ولا لا. أنا جاي ومعايا رامي بصفة شخصية عشان في حاجتين عاوز أقولهم. أولاً أنا ما بخافش عشان ما فيش حاجة تخليني أخاف منها. ثانيا أنا عاوز أأكد إن أنا ماليش أي علاقة باللي حصل لفريد حسن الله يرحمه. وأنت فاكر الناس هتصدق الكلام اللي بتقوله ده يا ريس؟ هيصدقوا، إنهم كتير صدقوني قبل كده. عشان الرئيس يا سامح عمره ما كذب على حد ولا خان حد.